عليه وهو متجه لركلات الترجيح الذين ضيعوه هذه الركلات. يعني احنا ما نقدر نحكم على اي لاعب نقول هذا ينفذ وهذا ما ينفذ، ولكن المدرب هو اكيد يعني شايف اللاعبين من خلال الموسم، من خلال التمارين الاخيره. يعني انا قلت قبل ثلاث ايام من المباراه يجب ان يكون هناك يعني تنفيذ اللاعبين بعد نهايه التمرين، والمدرب يعرف اللاعبين اللي ينفذون صح يعني جيد واللي ما يعرفون جيد واللي عنده. ولكن انت قيمت بعض اللاعبين من اثناء مشيهم الى ركله الترجيح. يعني انا بالنسبه لهيثم يعني كنت خايف، لان هيثم بصراحه يعني تارك يعني اللعب، وحتى ما شفناه من دخل ارض الملعب. نعم يعني ما شفناه من دخل ارض الملعب. هيثم لاعب يعني كبير ولاعب منتخب ولاعب متمكن، ولكن تعرف ضربات. نعم. يعني هي نقول ضربات ركلات الترجيح تسمى يعني ضربات الحظ. توقع الحارس يعني نور صبري توقع يعني اليوم بصراحه يعني زاهر ميداني ضربه يمكن لو انا بالجول اخلصها. نعم. يعني كيف اذا امام حارس مرمى كبير؟ نور صبري اليوم تالق وابدع وكان له دور كبير في هذا الفوز بصراحه. صحيح. فكيف يعني كذلك يعني سعد احنا ناطر. قبل ما نخلي المدافعين يضربون، يعني قبل نركز على اللاعب الوسط، على المهاجمين يضربون، وعلى اللاعبين الاطراف هم اللي يضربون. يعني من نظر سعد ناطق بصراحه احنا كنا يعني مترددين. مو سعد ناطق يعني مو لاعب جيد، بالعكس لاعب جيد ولاعب متمكن ولاعب منتخب وطني، ولكن احيانا التكنيك مال اللاعب يعني يتحكم بالركله. اكو لاعب يعني تكنيكه اكثر من يعني تكنيك عالي، عنده مهاره عاليه، هذا يقدر ينفذ. حتى اللاعبين يضربون برجل اليسار ايضا يعني يكون عندهم دقه. هي احنا نرجع ونقول استعداد اللاعب، اللاعب يكون جاهز، اللاعب شيلك مو مصاب، اللاعب المرتاح نفسيا. نعم. اللاعب اللي عنده ثقه بنفسه. وهي ضربات يعني ركلات الترجيح ايضا يعني احنا ما نقدر نحكم اي لاعب بها. احنا لاحظنا فيه كان تدخل من نور صبري في الركله يمكن الخامسه عندما جاء. اعتقد ما ادري هل هو كان له قرار في تغيير واصبح نبيل عباس هو من سدد. لا تعرف احنا يعني انا قبل ما يضرب نور صبري يعني قلت انه كان نور صبري لازم ما يضرب هاي الضربه. ليش؟ لان نور صبري قدم مستوى راقي ويعني كان سبب رئيسي في صعود الفريق، فلا يضيع التعب. يعني شوف من لقطات المصورين يعني هذا يعني الصحفيين اكيد يعني حبهم للقوه الجويه اكيد يعني، وايضا هاي كره قدم. لكن نعم. فكان رايي انه نور صبري نعم. هذه اللحظه عندما هو اتخذ قرار ما ادري لا هو المدرب لا المدرب قال انه ينطي القرار انه يضرب هاي كانت ضمن الخمسه، بعدين انطاها الكابتن نبيل عباس. نبيل عباس ضرب. نعم. كابتن نبيل عباس ضرب وبالفعل هذا صحيح. انا اتصور انه نور صبري يعني تزيد الركله السابعه يعني كان المدرب يبعد نور صبري، لانه نور صبري بس يعني كانت المطالبات من دكه الاحتياط هم اللي طالبوا في نور صبري. لا بتعرف يعني انا كمدرب انه نور صبري ابعد عن الضغوط لانه قدم مستوى راقي ووصل الفريق الى هذا المستوى، فخليه يركز على ضربات الجزاء. ولكنه يعني اكيد يعني ثامر الحاج الركله الاخيره هو اللي يعني انقذ الفريق. فيعني نور صبري احنا نهنيه بصراحه على المستوى. قبل ما على يسدد نور صبري قبل ما يسدد كانت من دكه الاحتياط كانوا يؤشروا ان يبوا النور اللي يسدد. يعني هم التنفيذ كلها يعني تقدير المدرب وامكانياتهم، وهذا التمرين يعني طيله ايام انه تنفيذهم. لكنه كرايي خاص انه كان نور صبري يبتعد عن ركلات الجزاء، ومع هذا شوف يعني سعد ناطق احنا قبل ما هاي قلنا ما راح التسديد بعد هذا التسديده. نعم. بعد ما صدها نور صبري. نعم. جاءت المطالبات بان نور هو اللي يسدد. نعم لكن اشوف يعني بعد ما من هنا شوف 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 تدري ليش؟ العفو كابتن، بس انه نور صبري اللي انقذ اللي هذا كان ركله سابعه. هسه انا اقول لك ليش حتى ينفذها يعني لا هو لانه منصت صار ضربتين. ايه؟ يعني صار زادت يعني روح معنويته ونفسيته وصار عنده ثقه من اللازم. صحيح. فالمدرب ايش تصور قال راح يسدد راح يكون بتم جاهزيته. صحيح. وبتم يعني معنويته العاليه، ولذلك طاف فرصه ان يسدد. انا افكر انه ايه؟ كمدرب انه